في بداية عام 2020 شهدت إحدى المحاكم المصرية قضية غريبة انتهت بتعويض سيدة عشرينية بمليون جنيه، والسبب إصابتها بالإيدز بعدما أخفى عنها زوجها إصابته بالمرض. وبعيداً عن تفاصيل القضية ورغم ثقل الحكم، فإنه ينقلنا إلى مشهد آخر غير إنساني صيف 2019، لمسعفين يجرون مريضاً ويلقونه خارج مستشفىً في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بزعم إصابته بمرض الإيدز. وما بين المشهدين الأول والثاني تتلخص رحلة مريض الإيدز في مصر من مستشفيات تتردد في استقبال الحالات إلى وصمة مجتمعية تلاحقهم بالعار، وتنتهي في الغالب إما بتفاقم الحالة وإما بالوفاة. ماذا يمكن لمواطن مصري محدود الدخل متعايش مع الإيدز أن يفعل في معركة التعايش مع الفيروس اللعين؟ هذا ما يفاتحك به مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في مصر، وهو تساؤل دفعنا لفتح ملف رفض مستشفيات حكومية وخاصة استقبال حالات مصابة بفيروس نقص المناعة HIV الإيدز. حاولنا في هذا التحقيق تسليط الضوء على المعاملة التي يتلقاها مرضى الإيدز من اضطهاد إلى المعاناة في صرف العلاج ومتاهة منظوم الدواء المجاني داخل الحميات المختلفة، وإلى غياب الرقابة اللازمة من وزارة الصحة على مسار تقديم الخدمة الصحية لجميع المواطنين بلا تمييز وفق الدستور. المثير في الأمر أننا في أثناء تتبع الحالات المتعايشة مع المرض وجدنا مرضاً تلقوا معاملة سيئة من أطباء طردوهم بعد أن صارحوهم بإصابتهم بالفيروس، فآثروا البحث عن بدائل أخرى في الخفاء أو عدم الإفصاح عن مرضهم لتنتقل العدوى أكثر. كما وثقنا حالات أخرى، آخرون حرروا بلاغات للنائب العام ضد وزير الصحة. كل المشاكل دي تعتبر هي مشاكل هامشية بالنسبة ان فيروس الإيدز عامل لي مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع الأشخاص حواليا. الناس فاكرة ان الفيروس ده دايما بيوصل لهم فكرة ان الفيروس ده طالما جه لحد يبقى هو الشخص ده مش شخص كويس، فده بيعمل لي مشاكل كبيرة جدا، الناس بتبدأ تبعد عني. ده بالإضافة ان الناس ما عندهاش معلومات كويسة ان ازاي الفيروس ده بيتنقل، فده بيخليني يحصل لي ابتعاد من الناس اللي حواليا ان هم يبعدوا بسبب ان هم خايفين يكون بيتنقل زي البرد او زي اي حاجة تانية ممكن تتنقل بالتعامل. ده بالنسبة للعلاقات الاجتماعية. لكن بالنسبة مثلا لفرص الشغل، فانا عندي مشكلة كبيرة جدا في موضوع الشغل، ان للأسف بخاف اروح اقدم على وظيفة وبخاف ان اروح اقدم في اي مكان لو عارفوا ان انا متعايش او ان انا عندي ايدز، فده ممكن مش بس ما يخلينيش اخد الشغلانة، ده ممكن يشبهني اكتر والناس تبدأ تتكلم عليا اكتر، والمجتمع اللي عارف ان انا عندي ايدز يكبر، فمبقاش عامل حسابي على ردود فعل الناس على ان انا متعايش، هل هتبقى ردود فعل كويسة ولا وحشة، هل الناس هتتقابلني ولا لا، فببعد شوية. هاجر حالة أخرى لم يتوقف الأمر عند رفض المستشفى تقديم الخدمة الصحية لها، وإنما امتد ليشمل والدتها غير المصابة، ما عرضها في النهاية للوفاة. كنت رايحة أول قيصري وأختي معايا، أخواتي معايا ما كانش يعرفوا إن أنا HIV. التمريض والدكاترة نادوا على أخواتي وقالوا لهم ده دي HIV، ما حدش يقف معاها، ومشاهم من معانا. حتى الطفلة اللي أنا جبتها كانت محتاجة حضانة، المستشفى قالت للحضانة اللي أنا طلحتها برا ده هي عندها HIV. كل ما جا وديها حضانة هم يتصلوا على الحضانات لحد ما توفت. مرت هاجر بالتجربة نفسها مع طفلها الثاني الذي ما يزال على قيد الحياة بفضل جمعية خاصة بمساعدة متعايشي مرضى الإيدز. لا تزال هاجر تعاني وصمة عائلية ومجتمعية متمثلة في رفض تقبلها من أشقائها وعائلتها، وتعيش الآن وحدها بعد طلاقها من زوجها المسن.
كل المستشفيات يعني او تقريبا كل المنشآت الصحية بترفض تقدم اي خدمة لمرضى الايدز، وده راجع لان المريض الطبيب ما بيبقاش عنده المعلومة الكفاية اللي تخليه ان هو يتعامل مع المريض بامان وان هو مش هيعدي، يبقى واثق ان هو مش هيعدي. احنا سألنا احد الاطباء القائمين على الجامعات الاهلية ليه انتم يعني الاطباء اللي زيكم بيرفضوا ان هم يقدموا الخدمة، قال بالنص كده ان احنا الايدز ده كان شابتر جوه المنهج وكلنا عارفين ان هو مش هيجي في الامتحان، فما حدش بيفكر ان هو يذاكره، ما كانش فيه اهتمام ولا كان فيه تركيز عليه من ايام الدراسه. الا الاطباء اللي اشتغلوا على الامراض المستوطنه ممكن ان هو يتعرض لمرض الايدز وممكن ان هو يقرا فيه وممكن ان هو يقدم خدمه لمريض الايدز. نحو مليوني دولار سنويا مقدار ما تحصل عليه مصر من برنامج الامم المتحده لدمج متعايشي الايدز في المجتمع. يلزم قانون الخدمة الطبية المستشفى في حال عدم قدرته على تقديم الخدمة لشخص تحويله إلى مستشفى بالاسم وتفاصيل حالته. لما حصل لي خراج في رجلي فبدأ بدأت أن أنا أحاول أوصل لأي مستشفى أو أي مكان علاجي أن هو يساعدني. الخراج ده مع الوقت بدأ يزيد، في الوقت اللي كان في الخراج بيزيد كنت أنا بلف على المستشفيات وللأسف كان الناس كلها بترفض ان هي تقدم لي الخدمة بسبب ان انا متعايش. فضلت فترة في نفس الأزمة وفي نفس المشكلة لحد ما بدأ الخراج عمل مشاكل وعمل سوس في العظم، فبقى في منطقة في رجلية ما فيهاش العظم اللي المفروض يكون متواجد فيها التاكل، فده خلاني للأسف المشكلة اللي كانت عندي بعد ما كانت مشكلة صغيرة كبرت جدا بسبب سوء وإهمال العناصر الطبية في ان هي تتعامل معي. واتكلمت معاهم فقدرنا ان احنا نعمل محضر إثبات حالة بالموقف اللي حصل، وبعد ما عملنا المحضر برقم المحضر رحنا عملنا بلاغ عند النائب العام في وزير الصحة ان احنا نبلغه بالمشكلة ويوصلوا للمشكلة اللي انا تعرضت لها وازاي هي عملت لي ازمة كبيرة. كل هذا دفعنا الى التعمق في التقصي والبحث اكثر، فوصلنا الى وثائق وشكاوى قدمتها 10 حالات من المتعايشين مع الايدز لجهات قانونية وحقوقية. تعبر هذه الوثائق عن اليأس العميق بسبب رفض مستشفيات حكومية في تقديم الخدمة الصحية لهم، بل معاملتهم بقسوة تطورت لوصم طال ذويهم وبات ملازماً لهم في مجتمعهم. من ضمن الوثائق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة عام 2016 تفيد بتقاعس مستشفيات عن تقديم الخدمة الصحية لمرضى الإيدز، ما أدى إلى وفاة وإصابة حالات. تشير الوثيقة إلى ضرورة إصدار تنبيه عام للمستشفيات بوجوب تقديم الخدمة الصحية للمصابين والمتعايشين مع الإيدز وتعريض المتقاعسين للمساءلة القانونية، خاصة مع وجود نص قانوني يحول بين مرضى الإيدز وتقديم الخدمة الصحية. بدأنا من المريض نفسه إن إحنا رفعنا وعيه، هو أنت عندك حق، أنت من حقك أنك أنت تتعالج، من حقك أنك تاخد خدمة صحية، أنت مريض ونقطة، مش لازم تقول ان انت مريض ايدز عشان كده بتتوسم، لا، انت حتى لو قلت ان انت مريض ايدز انت من حقك انك تاخد الخدمة الصحية دي. في مرحلة التوثيق توصلنا الى وثائق اخرى صادرة عن وزارة الصحة والسكان لعام 2019 بمخاطبات رسمية بين جهاتها المختلفة تنبه لضرورة تحسين معاملة مرضى الايدز بسبب رصد وجود وصمة وتمييز ضد بعض الحالات المصابة بالايدز. الوثائق توضح كذلك أن هناك وقائع ثبتت في مستشفيات التأمين الصحي، المراكز الطبية المتخصصة، مستشفيات المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، المعاهد الصحية التعليمية، ومديريات الصحة في المحافظات. وزارة الصحة المصرية من جانبها لا تنكر وجود تقاعس في تقديم الخدمات الطبية لمصابي الإيدز، فقد أشار أحد تقاريرها الصادرة عام 2016 إلى وجود تقصير بحق المصابين، ونبه بوجوب تقديم الخدمة الصحية الكاملة للمصابين والمتعايشين مع الإيدز.
اولا في مصر هنا مفيش اي تعنت مع تقديم الخدمة الصحية لمرضى الإيدز، وبيهتموا بيهم جدا، ده بالعكس، وبيعملوا لهم حلقات نفسية، وبيعملوا لهم حلقات وبيدوم العلاج، يعني فعلا بيقدموا كل الخدمة. ولكن أنا بتكلم على نفس المرضى بتوع الإيدز هنا في مصر، بيعتبروها وصمة ليهم، وما بيحاولوش إن هم يقولوا إن عندهم، وما بيروحوش يتعالجوا، وما بيروحوش يسجلوا نفسهم. ففعلا العيب مش في الدولة، الدولة مقدمة لهم الخدمة، وأنا على دراية بذلك. وأنا زي ما قلت لحضرتك، أنا كنت وكيل مستشفى أمبابة العام، ورحت كتير دورات في التعايش وعدم الوصم للناس دي، وهم اللي بيرفضوا أن يسجلوا أساميهم، وهم اللي بيرفضوا أن هم يفصحوا عشان المجتمع ما يبصرهمش. تنص المادة 18 من الدستور المصري على أن كل مواطن مصري يملك الحق في تلقي الرعاية الصحية وفق معايير الجودة. وفي بندها الثالث تلزم المادة ذاتها الدولة المصرية بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين بما يغطي كل الأمراض، كما وقعت مصر على مواثيق ومعاهدات دولية تكفل جميعها حقوق الإنسان، ومنها الحق في السلامة الجسدية والخصوصية والصحة. في ضوء هذا، وبهدف مواجهة المسؤولين بما توصلنا إليه من شهادات لمرضى وجمعيات حقوقية، اتجهنا نحو وزارة الصحة والسكان وبرنامجها الوطني لمكافحة الإيدز المنوط به مراقبة برامج تقديم الخدمة الصحية لحاملي المرض. منظمات المجتمع المدني العاملة في الـ HIV الحقيقة من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا بشكل كبير جداً في توصيل المعلومة للناس في الشارع. يعني احنا بنحتاج، يعني بيبقى لهم دور كبير في ان هم يوصلوا المعلومة السليمة للناس في الشارع. احنا مش بنوصل لكل الناس، البرنامج في الوزارة مش هيبقى سهل عليه ان هو يقابل كل الناس، هم بيقدروا يقابلوا مجموعة كبيرة من الفئات الأكثر وردة، فلما بيوصلوا لهم المعلومة السليمة ده بيبقى دور مهم جدا للبرنامج. عشان كده بنبقى حريصين ان يبقى فيه لقاءات طول الوقت بجمعيات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، بنعمل لهم تدريبات، الفرق اللي شغالة في الوصول الخارجي، الفرق اللي بتقدم التوعية، البرنامج بيبقى حريص ان هو اللي يقدم لها التدريب، يقدم لها المعلومة السليمة، عشان نضمن ان كل رسالة بتتقدم بيبقى رسالة مضمونها سليم، لان اي حاجة خاصة بالإيدز بالذات بتبقى لو مش المعلومة سليمة بتثير بلبلة كبيرة قوي وبتعمل توتر وهلع عند الناس، فبنبقى حريصين على الموضوع ده. ورغم حديث المسؤولين المتحفظ، حصلنا على وثائق أخرى من البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز نفسه تكشف عن رفع شكوى إلى الوزارة تفيد بإعلام القطاعات كافة بارتفاع حالات الرفض والتراجع في تقديم الخدمة الصحية للمتعايشين وذويهم ما يمكن أن يعرضهم للوفاة. على إثره قامت الوزارة عام 2019 بتعميم قرار على إدارات المستشفيات التابعة لها تطالبها بمتابعة هذه الحالات التي لم تتراجع وتيرتها خلال الفترة الأخيرة والمستندات الصادرة عن الوزارة. والله أتمنى أن كل المستشفيات تعمل HIV معاملة كويسة، نلاقي هناك أي حاجة متاحة لنا أو كل حاجة خدمتنا نلاقيها متوفرة هناك. تفضل أن أولادي ما يتعبوش زي ما أنا ما تعبانة في حياتي، ويتوفر لهم كل حاجة إن شاء الله بإذن الله، وأشوفهم دكاترة بإذن الله. أتمنى أن أنا لو ليا حقوق بجد زي ما الناس بتقولي والمحامين بيقولي والناس في الجمعية هنا بتقولي، زي لو أنا ليا حقوق، الحقوق دي تبقى ظاهرة والقانون يحميها، القانون يحميني لو طول ما أنا ليا حق وطول ما أنا صح وطول ما أنا بغلطش، القانون يفضل معايا. أتمنى أن ألاقي فرصة في مكان كويس، ما يبقاش فيه مبقاش حاسس ان انا شغال وخايف ان حد يعرف ان انا عندي ايدز، او خايف ان الناس حواليا تعرف حد عارف المعلومة عني علشان خاطر ما يحصلش مشاكل وما اضطرتش. اتمنى ان الناس كلها تبدأ تتعامل
مع الناس اللي حواليها بالجواهم بس وبالحاجات الطيبة اللي فيهم، ما يبدأوش ان هم يشبهوهم او ان هم يبعدوا عنهم لمجرد ان هم عندهم مرض او عندهم حاجة.